بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة البيوت المحمية، كل عام وانتم بخير. طبعا احنا النهاردة بدأنا نجهز للموسم الخيار الشتوي، وأنا بصراحة من اللي بأيده دايما زراعة الخيار الشتوي رغم مشاكله الكتيرة، إلا إن هو ما شاء الله الدخل بتاعه بيكون كويس جدا وبيبقى فيه هامش ربح كويس جدا. بنجهز من النهاردة وبنبدأ نحرث الأرض بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده هو، بحيث يكون القطاع الأرض كويس. طبعا بنتخلص من بقايا المحصول السابق اللي هو كان طماطم أو كان أي حاجة، طبعا كان عندنا طماطم، بنبدأ نتخلص من بقايا المحصول السابق وبنبدأ نطلعها بره، وبعد كده بنبدأ نحرث الأرض بتاعتنا حرت كويس جدا بحيث ان يبقى فيه قطاع ارضي ممتاز، بحيث ان انا اعمل مهد كويس للزراعة بتاعتي. ببدأ من النهاردة اجهز باذن الله تعالى، النهاردة 13 اكتوبر، بحيث ان انا باذن الله تعالى يوم 20 اكتوبر ببدأ زراعة الخيار بتاعي، وببدأ الزراعة بتاعتي بحيث ان انا ازرع في البذور مباشرة، بزرع بالبذور مباشرة وليس الشتلات. وطبعا احنا عددنا قبل كده ان الزراعة في البذور، الزراعة عن طريق البذور مباشر دي طبعا بتبقى افضل حاجة، بحيث ان هي بتبني لي مجموع جذر كويس، وبيكون الانتاج بتاعها عن مليار تجربة بتكون افضل من الشتلات بكتير جدا، ودايما النبات بتاعها بيكون قوي وانتاجيته بتكون عالية. بحرث الارض زي ما احنا شايفين كده هو مرتين او ثلاثة متعمدتين، او كل مرة فيهم بتكون عكس الاخرى، بحيث ان انا اعمل خدمة كويسة للتربة بتاعتي، بحيث اعمل مهد كويس ما يعملش اي مشاكل فيما بعد. تمام. بعد ما بحرث الارض بتاعتي بنشوف هنحط السماد العضوي بتاعنا، تمام، ان كان العضوي والمعدني مع بعض، والاخر بنشوف بنعمل ايه. اهلا بحضراتكم، بنكمل في البيت الثاني اللي احنا ضايفين له ماده عضويه. بعد ما خططنا الارض بتاعتنا بنبدا نضيف الماده العضويه زي ما حضراتكم شايفين اهون. بيهمني في الماده العضويه المصدر بتاعها بس يكون جيد وخالي من بذور الحشائش والنماتوده، اما ويكون التوزيع بتاعها متجانس زي حضرتك ما انت شايف كدهوت، مش حته مثلا فيها كتير وحته فيها قليل، وبالتالي هتعمل لك مشاكل بالنسبه للجذور النبات لو انت مكتر في حته والتخمير عندك ما كانش كويس، او دوافات الميه ما قبل الزراعه ما كانش كويس، هتعمل لك مشاكل للنبات. بالنسبه كمية المادة العضوية يا جماعة هي تختلف بالنسبة للمصدر بتاعها، لأن الدواجن عارفين إن هي العناصر الغذائية عالية فيها، غير طبعا الأبقار، غير الأغنام، غير ولكن مجازا أنا بحط بالنسبة للدواجن أنا بحط في حدود 3 متر. لو عندي أنا غنم حطت 5 متر للقوس اللي هو 9 في 60، بحط 5 متر للقوس 9 في 60. بالله عليكم بس الناس المعقدة يعني اللي بيوقف لي بقى أصلاً دي قليلة ودي كتيرة، أنا ما بقولش القرآن، عندك زيادة ربنا موسع عليك يا سيدي ضيف، ما عندكش زيادة خلاص ما فيش أي مشكل، ممكن تمشي ب 3 متر مكعب لل 9 في 60، عندك زيادة حط 5، عندك كومبوست أكتر حط، ما فيش أي مشكل خلاص. المادة العضوية مفيدة ومفيدة جدا، لأن هي بتحسن لك على اللونج تيرم أو المدى الطويل، بتحسن لك القوام بتاع التربة، بتحتفظ لك بالمواد الغذائية، وخصوصا حاجة زي النترات سهلة الغسيل. المادة العضوية طبعا بتحتفظ بالمية ونشطة كيميائيا، فبالتالي أنا بدعو للمادة العضوية إذا انضمن المصدر بتاعها الكويس. المادة العضوية طبعا احنا شرحين فيها قبل كده كتير. بعد ما حطينا المادة العضوية وبتجانس زي دهوت بنبدأ نضيف الأسمدة الكيميائية بتاعتنا، أو سماد الأساس اللي احنا قلنا عليه زي ما احنا شايفين الراجل دهون عمال بحط الخلطة بتاعتنا اللي احنا كوناها من الآتي. كوناها من الداب، أنا عندي داب هنا اللي هو التركيب بتاعه 18-44-0، وحطينا عليه بوتاسيوم محبب
بمعدل برضو القوس حطينا 25 كيلو بوتاسيوم محبب وحطينا 15 كيلو سلفات حديدوز سلفات منجنيز وسلفات زنك حطينا ده كلته مع بعضه وحطينا 15 كيلو سلفات مغنيسيوم كل ده هوت خلطة واحدة كده وقمنا حطينه زي ما حضراتكم شايفين كده هوت قدامنا بتجانس برضو بحيث أنا الدنيا عندي تبقى كويسة. وأنا قلت اسماد الأساس ده بيعتبر يعني لو واحد طالع العمارة هو النبات زي كده طالع العمارة في الدور العاشر وأثر في الخامس فبيبدأ السماد السماد الأساس مع العضو ده هوت. أنا أقول لك ممكن تقعد يعني فترة كبيرة ما تضيفش أو إضافتك لما تعمل المنظر اللي قدامك ده وإضافتك هتكون قليلة جدا أو في أضيق الحدود الإضافات بتاعتك هتكون في أضيق الحدود لأنك أنت خادم عضوي ومعدني كويس كل العناصر عندك موجودة النبات يدوب هتسنيده بس في الأول لحد الجذور بتاعته ما تبدأ تشتغل تمام بعد كده صدقني هتبقى إضافاتك قليلة ده هو اللي احنا بنتكلم فيه تقريبا هيشيل عنك أكتر من 50% من السماد المعدني بتاعك وتعتبر والله زارع نصف عضوي نصف عضوي ولا هتسمم الناس ولا هتعمل لهم أي حاجة خالص زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده هو اعمل خطواتك خطوة خطوة اضبط الاداء بتاعك انضباط كويس كل حاجه تعملها تكون مرتبه ومنسقه داخل البيت المحمي مفيش شغل عشوائي وبالتالي هتلاقي الدنيا عندك كويسه بعد ما حطينا الاضافات بتاعتنا والتخطيط بنبدا نقيم المصطبه بتاعتنا زي الاخوه دول ما هم شغالين كده اهوت. هو بحط طبقه بحيث الطبقه دي تغطي لي الماده العضويه بتاعتي بحيث الماده العضويه دهيا ما تحرقليش جذور النبات اهو زي ما انت شايف حط خط بعد كده طبعا بالشوكه بيسوي من فوق اهو شايف المصطبه لما بيقيمها عامله ازاي لسه طبعا فيها شغل تاني بحيث ان هو اهو مفيش بعد كده لو قعدت كام سنه في كليات الزراعه مش هيشرحوا لك بالوضع اللي احنا بنشرحه دهوت وخطوه بخطوه ستيب باي ستيب كده زي ما انت شايف طبعا ديت هنيجي بالشوكه بعد كده وهنسويها وهوريك في البيت الثاني احنا عملنا ايه في البيت الثاني بعد كده زي ما حضراتكم شايفين بنبدا التسويه بحيث ان انا يبقى المكان عندي متساوي بنسوي بالشوكه زي الاخوه دول ما هم شغالين هم بيساوي بس التسويه دي فايدتها ايه ان انا اظبط بحيث ان انا هزرع مباشر طبعا فما يبقاش في حته مبركه فيها ميه واطيه زي كده وحته عاليه فهلاقي في برك ميه هتعفن للبذور فانا بظبط نفسي و ما بخسرش حاجة يعني لما بالشوك كده وببدأ أساوي المصطبة بحيث العمق بتاع البذور عندي يبقى متناسق وكذلك التوزيع بتاع مية الري اللي نازل من النقاط يكون متناسق عندي تمام بعد ما بعمل الحركة ده هي تخد بالك كل حركة محسوبة في البيت المحمي كل حركة لو اتعملت صح هتطلع بمحصول محترم هتعك مش ما تلومش إلا نفسك أنا جايب لك يعني تصوير لحظة بلحظة من بداية الحرث لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها ديت وما تقوليش انت في بيوت مكيفة والدنيا كويسة مشاكل النبات في كل مكان أيوة بعد ما بنخمر الأرض بتاعتنا يا جماعة بعد ما بنخمر الأرض بتاعتنا تمام بنضمن ان مفيش اي غازات بتنفرد من المادة العضوية اللي احنا اضفناها وان مفيش اي خطورة على البذور او على اي حاجة بنبدأ نزرع الزراعة بتاعتنا انا شايف بندي 5 دقايق بس بحيث ان انا ابين ان في مية تحت النقاط لان العامل ما بيشوفش النقاط بيقعد يدور عليه كده فممكن يوضع للبذرة بعيد عن النقاط فبندي 5 دقايق بحيث ان انا اشوف وضع النقاط فين وجنبه باتنين سنتي كده اهو بغرز عقلة الصباع الاولى دي عقلة الصباع الاولى دهيت او خشب او اي حاجة وببدأ دي طبعا بذور خيار هجين مش هقول طبعا اسمها نزرع 4 اصناف تمام وببدأ احطها كده واحد بقى يحط باليمين بالشمال المهم بتتحط وخلاص بعد ما حطيتها بمسها مسة بسيطة كده هو خلاص هذا كل عملية زراعة الخيار نيجي نشوف الانبات زي ما احنا شايفين طبعا اخترت جورة ما طلعتش دي زي ما احنا شايفين كده هو يا جماعة شايف النظافة شايف نظافة الزرع وهو طالع
شايف النظافه بتاعت الزرع وهو طالع، شايف مفيش حاجه اسمها غايبه، مفيش، والله مزروع مباشر يا جماعه. هتقول لي انت بنت زرعت بدري، زرعت بدري عشان الاسعار ابتدت تتحرك وتتحرك بشكل ملحوظ، وقلنا نلحق نطول الموسم بتاعنا بدل ما نبدا الجمع في اول 12 لا نبدا في نص 11 او 10 11، فزرعنا البتين دول. تمام، شايف النظافه يا جماعه، شايف بتاعت الزرع، مفيش بقى اسمها العنكبوت لا معرفش ايه، مفيش حاجه اسمها زرزقه ميه وقرف من اللي انا بشوفه اللي بتبعت لي على شايف شايف الري ده بحساب، كل ده بحساب، ده كل ده بحساب، كل ده بحساب، وده نتيجة ثمرة جهد وعرق لناس كتير قد يكونوا جندي مجهول في المكان، ولكن ما بنبخس حق حد. أدي شايف المنظر اللي قدامك اهوت، مفيش حاجة، شايف الورقة عاملة ازاي، بس تقول لي الكاميرا بعيدة، شايف الورقة عاملة ازاي، لا في بقى أكل، لسه ما رشناش أي حاجة، ولكن ده هوت نتيجة الشغل الكويس من الأول والمرتب والمنظم. وكذا مرة قلتها، إحنا كعرب للأسف يعني ما بيبقاش عندنا خطة عمل أو بيزنس بلان كويس، فبالتالي الدنيا عندنا بتبقى يعني سمك لبن تمر هندي. الأجانب عندهم مرتبين ومنظمين والدنيا عندهم بتبقى كويسة، فبنتمنى من الناس كلها تبقى كويسة وتطلع لنا الحاجات الجميلة دهيت. ده زراعة طبعا مباشرة، ده 10 أيام، ده 10 أيام بالظبط، 10 أيام، شايف طلع ورق حقيقية. نبدأ المفروض نسمد يا جماعة من بكرة، طبعا خد مرتين هيوم كاسد، وخد مرة طارد ملوحة كالسيوم مخلوط عليها يوم كاسد، فتلاقي ما شاء الله الدنيا كويسة جدا. بنتمنى للناس كلها يا رب التوفيق، وشكرا لحضراتكم، وبتمنى انكم تشوفوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة بحيث ان احنا ما نتعبش او نقف في نص المحصول. منبه تاني، شايف الري عامل ازاي اهو، شايف الري عامل ازاي. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.